نواف حاول يمرر، ترى تمريرة العرب اللي مرت برضو ما كانت جيدة. أوه هرب، هرب السياو، هرب السياو. ولما اقول اذا تضيع تضيع وتعيش كل من خلف الشاشات على اعصابهم، يجي يلعب سياو تمريره الى كيزا يسجل من خلالها الهدف الاول، هدف للشباب الاماراتي بتمريره ضرب كل المدافعين، ترى ما هو بعيد عن الهدف اللي تسجل في مباراه الذهاب. سياو هرب من الاول ومرر في تمريره وسجل من خلالها الجول. الان تمريره البرازيلي الى البرازيلي وفي الشبك، ما يملك معاه حسن العتيبي ولا يحمل مسؤوليتها ابدا، سواء ان احنا قلنا لاعبين الهلال على هذا الاندفاع الغير مبرر احيانا على حساب غفله ثانيه واحده يتسجل الهدف. الان كييزا الان يرد حتى على مدربه، على منتقديه، يسجل ركله زاويه لمحمد الشلهوب لمصلحه الهلال. الهلال يحاول على الدقائق الاخيره، اللعبه بالراس، ركله زاويه مره ثانيه، زاويه عيسى عبيد المتراجع. الشلهوب يلعب كرة بالراس، تحول دخل الجزاء، جول جول، هدف أول للهلال، جول للعربي، جول للعربي، صلح كل ما أخطأ فيه في المباراة يوسف العربي، يسجل أول أهداف الزعيم، يسجل أول أهداف الهلال قبل النهاية، قبل النهاية. يوسف العربي في كرة لعبت صح وركبت صح وانزلت على قدم يوسف العربي، سجل أول أهداف الزعيم، سجل يا زعيم، سجل يا زعيم قبل النهاية، ها هو يسجل قبل صافرة أندري حداد، ما بحاجة إلى ركلات الجزاء. وبعد دقيقتين شوط المباراة الثاني، عاد انتظروه بلونه الأزرق، بأمواجه الزرقاء، بجماهير الهلال اللي الآن تشجع بعد صمت دام أكثر من 25. يسلم لكن كرة خاطئة، قاعد تحسبون ان ما في لا تحرك ولا تمرير سليم، كرة منقولة في وسط الملعب، نواف العابد يتحرك بمهارته، مرة ليوسف العربي، مرة العربي، صوب العربي، صوب العربي، جول العربي، جول، صوب العربي، جول العربي، الله يا زعيم، انه الزعيم يا آسيا، انه التاريخ، انه الجغرافيا، فلا تكوني عليه قاسية، بأقل من مستواه الهلال لابد أن يفوز في هذه المباراة، لابد أن ينتصر لكل عشاقه، لكل من صبر وكل من وقف خلف المدرجات. يوسف العربي بتمريرة حلوة من وين؟ بتمريرة حلوة من وين؟ صوب العربي، حبس الأنفاس، حبس الأنفاس، وسجل الهداف العربي، سجل الهداف العربي. تغيير إماراتي، تغيير إماراتي، سهام العربي بالأمس كانت سهام القحطاني، وال